اريو سامحتنا ولا لا؟ هذا اللي بدي اسمعه. شوف وائل، بيقولوا اللي ما بينجرح ما له زلمه يا اخي، انا اعتذارك قبلته. شوف شكرا. ما في شيء بيني وبينك، بس طلبي هو راح يضل، ما راح اغيره. يعني اللي طلبته منك اول مره، انا انتم بتضلوا رفقه وبتضلوا صديقين عزيزين على بعض، رجاء ما حدا يتجاوز حدوده اكثر من هيك. طيب أمرك عمي، اللي بتطلبه أنت وبتشوفه أنت هو يكون الصح. طلع 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 ولا لا؟ طلع طلع طلع. افتح الكومنت، بدي الكل الكومنت يكتب مبروك. افتح الكومنت.